الخاين بتاع النهاردة واحد مش مشهور وكان فقير وبيحاول يوصل للشهرة على كتاف النسوان، فلف حوالين واحدة ممثلة مشهورة ويعشمها بالجواز وان هو مبيحبش غيرها، وبعد كده اداها منوم اخدها على اوضة في اوتيل عشان خاطر يبيع شرفها لواحد بيزنس مان غني عشان خاطر يديله البطولة في الفيلم، وكمان صورهم فيديو اللي حصل في الاوتيل ونشر الفيديوهات على النت بحيث فضحها دمر لها مستقبلها. وبعد كده راح انكر انه يعرفها ان هما بس يدوب صحاب ويتجوز واحدة وريثة شركة مشهورة، فالممثلة اللي ضاع مستقبلها دي اضطرت في الاخر تنتحر. فتعالوا نشوفوا مع بعض ايه اللي هيحصل وازاي هتنتقم منه. هنا الناس كلها بعد ما شافوا الفيديوهات فضلوا يضربوها في البيت وتطلع برا التمثيل، خلاص مش عايزينها عشان كان بيزنس مان مشهور ومتجوز، سموها خطفة رجالة واحدة شمال. الشركة بتاعتها وقفتها منوعها تشتغل. فضلت ترن عليه، الخاين قفل تليفونه. تفتكر في ذكرياتهم لما قالها انه بيحبها واخدها على الاوتيل ولما اداها المنوم، كانت لسه بتحاول تفوق لما لقيته بتديني متفق مع الراجل المشهور ده الغني انه ياخد دور بطولة فيلم، وعدوا بيه والتمن كان هي. وهنا قدام الصحافة قال انهم يدوب صحاب بس، مكانش بيحبها ولا كان وعدها بجواز، ان هو اصلا اعلن خطوبته مع واحدة وريثة شركة منتجين. بس فهي انتحرت ولعنته قبل ما تموت بسبب الموت اللي ماتتها، جت دور على بطلة القصة بتاعتنا اللي هتيجي تاخد مكانها وتنتقم منها. بس فهنا لما فاقت بطلة الفيلم بتاعنا جت على الوقت اللي هو كان اديها المنوم اللي فيه عشان خاطر يوديها الاوتيل، وجاب لها الراجل بيزنس مان الغني قبل ما تحصل اي حاجة بحيث تلحق تنقذها. فهي قاعدة بتسمع الحوار بين الخاين والراجل الغني، قال له خلاص هتاخد انت دور بطولة الفيلم. فهي عندها في السيستم بتاعها حاجة بتفوقها من منوم اخدته بحيث ما بقتش محتاجة تنام تاني. وقالت له كمان الكاميرات اللي هو مجهزهم عشان يصورهم فيديو وينزلهم على النت خلت الفور بوظهم عشان تعرف تأدب الراجل الغني ده. هي ضربته شربته الدواء اللي فيه منوم كله، قلعت هدومه كلها واخدت عليه شوية صور عشان تهدده بيهم.
بعد كده سابت له رسالة بتقول له احرص انه الخاين ده ما ياخدش دور بطولة الفيلم، وإلا هنشر الصور بتاعتك على النت. بس وراحت تكمل حياتها عادي. فالفور هنا بيحكي لك قصة البطلة اللي فاتت، تقول انها كمان كان نفسها تلاقي الحب الحقيقي بتاعها مكان الخاين ده، بحيث كمان تختار لها راجل. وريتها صورة كذا حد، فهي اختارت اللي في النص ده اللي هو البطل بيمثل معاها الفيلم ده، اصلا طلع بيحبها من اول، ولسه هنشوف. هنا لما الراجل الغني فضل يعاتب فيه، قال له ما كنتش اعرف، ومش عارف يرد عليه يقول له ايه، ان هو كان شايفها بنفسه بتاخد الدواء ازاي فاقت وضربته. فقابل البطل بتاعنا اللي بيحب البطلة، بيقول له انت اصلا اخدت الشهرة بتاعتك انك راكب على اكتاف الحريم. فالخاين بيقول له على الأقل هي بتحبني مش بتحبك، مع انها بالنسبة لي عبارة عن حاجة بتسلى بيها، انا ما بحبهاش اصلا. هنا بتجهز نفسها عشان خاطر تنام، عشان عندها تصوير الصبح. الخاين لما لقى ما وقعتش المقلب بتاعه بيقول لها انتي كنتي فين؟ قال لما طلعت من الأوضة اغمى عليا، حد مسكني وضربني على راسي، ويا دوب لسه صاحي من النوم والاوضه فاضيه. انت روحتي فين؟ انا مش عارفه اوصل لك تليفونك، انت كويسه؟ كلميني بسرعه عشان خاطر انا قلقان قوي عليكي. وهي عارفه القصه اصلا، قالت له انا كويسه ما تقلقش، هقابلك بكره في موقع التصوير. فقالت للفور يكلم الصحافه بتوع الاشاعات انه بكره في موقع التصوير في خبر صفقة، بحيث يجهزوا. الخاين ده كان ياخد الشهرة بتاعته وكل الأدوار اللي بياخدها بسبب انه كان بيتلزق في الممثلة المشهورة دي، فكله فاكرهم، كله فاكرين صحاب، يعني بوي فريند وجير فريند بتاعته وأصحاب، فعشان كده كانوا بيدوله أدوار. فكان هدف بطلة الفيلم الأول انها تقول للناس انه مش صاحبها، مش البوي فريند بتاعها، عشان خاطر ما يركبش على كتافها تاني وياخد الشهرة منها. فالناس هنا هو بيشكروا فيه، فاكرين انه صاحبها ومؤدب وجنتل. قاعد مستنى البطلة، يقولها انا عملت لك الاكل المفضل بتاعك. قالت له ميرسي انا جاي خلال 5 دقايق. ما رضتش تعاتبه ولا تقول له اي حاجه، بحيث قدام الصحافه الكلام يوصل، بحيث تعرف الناس انهم مش اصحاب، تعمل له فضيحه زي ما فضحها. وصلت والناس مستنية، والصحافة اللي هي بعتلهم هنا البطل معجب بيها من بعيد لبعيد.
هنا بقى الخاين عامل نفسه صاحبها ومستنيها بالاكل، طنشته، عملت نفسها ما تعرفوش. يقولها انت ليه بتطنشيني؟ قالت له ما تنادنيش باسمي تاني، انت فاكرني اصحاب. بتقول له احترم نفسك، احنا مش قريبين قوي للدرجه عشان تعاملني بالاسلوب ده. فكله عارف انهم مش اصحاب، بيقولوا انه كذاب. هنا مسك ايديها فظهرت انه بيتحرش بيها، فجأة البطل انقذها منه. وادي الصحافة لقطوا الخبر، نزلوه في الأخبار. فهنا البطل بيسألها انت مش كنت اللعبة بتاعته؟ كنت بتحبيه؟ قالت لا انا خلاص فقت، مبقتش تحبه تاني. بدأت تغلس على البطل عشان يعجب بيها. انت مكسوف؟ فهي طلعت بس بتعلمه الدور بتاعهم في الفيلم، ما هو كان فاهمها غلط. تجرب عليه الدور التاني ده، كان متغاظ الخاين، واقف يبص عليهم كده متضايق قوي. بس ونزل الخبر صدق الصحفي على كل مواقع ان هو كان بيتحرش بيها. في الوقت ده كان مدير اعمال الخاين بيحاول يقدم له العقد بحيث ياخد بطولة فيلم مع مخرج، وبيقنع المخرج انه الممثلة المشهورة دي بتحبه، وبالتالي لو اخدوا الممثل ده البطل الخاين ده، الممثلة هتروح تشترك معاهم في الفيلم عشان خاطر البطل بس تمثل معاه. فهو بدأ يقتنع نفسه خالص ان الممثلة المشهورة تمثل معاه، فهياخدوا الخاين ده معاه احتياطي عشان خاطر تقدر توقفي على الفيلم. فهم خلاص لسه هيمضوا، راح اتصل بيه واحد شغال معاه، قال له لو ما كنتش مضيت احسن ما تمضيش، لانه ايه، في خبر عن الخاين ده ان هو كان بيتحرش بيها ومش صحاب. فوقفوا وعقد الفيلم، عشان خاطر الخبر المنتشر. فرح لها بقى يعاتب فيها، قولها انت كنت قاسطة، وانت اللي اتصلت بالصحافة، وانت عملت كده عشان خاطر تفضحيني. هو كان بيسجل لها عشان خاطر يمسك التسجيل وينشره انها فعلا بتحبه وكانت قصده. فهي قالت له ايوه انا اللي نشرت الاخبار للصحافه وقلت لهم يجوا عشان خاطر في حاجه هتحصل. قالت له ايه عندك دليل بقى؟ قالت له انت فاكر نفسك الوحيد اللي تقدر تاذي الناس ومحدش يقدر يرد لك يعني؟ قالت له انا بس بقول لك انه دي الخطوه الاولى، لسه العرض هيبدا. بس فهي عارفة انه بيسجل، فقالت للفور يدمر الريكوردر المسجل بتاعه عشان خاطر ما ينشروش. وهنا بتمثل عايشة حياتها مع البطل،
متخلص عليه برضو عشان خاطر يحبها. العلاقة بينهم بتتحسن كل يوم عن التاني. والخاين ده بقى حواليه الصحافة بيعرفوا منه أخبار هو ليه كان بيتحرش بيها وبيه الحدوتة. فبيسألوا وبيقولوا انت كنت عامل انك صاحبها والبوي فريند بتاعها وطلعت بتتحرش بيها، ايه علاقتكم بالبعض؟ فقال ان احنا اصحاب. راح البطل قال لا انت كنت تتحرش بيها، انتوا مش اصحاب. يقول له احترم نفسك عشان تبقى بطل الفيلم. وقال له طول ما انت معاك وريث عيلة اللين فاميلي خلاص ابعد عن الممثلة المشهورة. وهو اصلا طلع مخبي الوريثة دي، ما كانش جايب سيرتها قدام حد. فازاي البطل عرف دي؟ لكن هينشر انه اتخطب لها بعد ما باع الممثلة المشهورة الرجل الغني، ضيع لها مستقبلها. فراح هنا قابل الوريثة الغنية بيقولها انت لازم تصدقيني، هي الممثلة المشهورة دي كانت عايزة تسيبني وعشان كده عملت الناس انها بتحرش بيها، هي كانت بتحبني وهي الاصل وعملت ده كله، لازم تصدقيني انا مش بحب غيرك. هي قالت له تتكلم جد؟ قال لها اه. انت مش مصدقاني؟ قال لها عشان خاطر انا واحد، عشان خاطر انت غنية وانا يدوب حتة ممثل مش مشهور. فساب عليها وراحت سامحته وقالت له انا هعرف اتصرف معاها ازاي. هخليهم يدفعوا الثمن عشان خاطر ما يعتدوش عليك تاني. فهو برضو يعني بيحاول يخلي الستات هي اللي تنقذه وهي اللي تجيب له حقه وتنشره وعايش على قفا الستات. الوريثة المشهورة بقى حبت تجيب حق الخاين اللي هو حبيبها، فنشرت انه الممثلة المشهورة دي هي اللي كانت بتحب الخاين ده وكانت عرضت عليه انه يحبها وكده، فهو رفضها. عشان كده عملت المشاكل اللي حصلت دي كلها كأنه بيتحرش بيها، انه الخاين ده بريء. فالناس فضلوا يشتموا على الممثلة المشهورة كان عندهم مشكلة انه فعلا صاحبة الجسم ده او الممثلة المشهورة الحقيقية كانت بتحبه وكانت دايما تتكلم معاه في الشات كلام انتمت، وكمان مصورين صور مع بعض اللي هي واضح انهم حبايب فيها يعني. فدي لو نشرها او نشرتها الوريثة الغنية دي فعلا هيصدقوا كلامها. فكانت محتاجة انه الفار يحذف له الحاجات دي. قالت الفار يحذف الحاجات اللي على موبايله وتثبت انهم كانوا يحبوا بعض. فكان البطل قلقان عليها وخايف عليها من اشاعات وكلام الناس. قال لها انا لازم احميكي ومش هخليكي تتأذي تاني منه. بس فرحت هي نشرت خاتم جواز في ايديها اهو، انه اصلا مخطوب وعلاقة غرامية بحد. وقصادها البطل بتاعنا لابس نفس الخاتم قبل، والصورة منشورة يعني صورة الخاتم بتاعهم ده من حوالي سنتين، وبالتالي اثبتوا ان علاقتهم ليها سنتين. فهي ما كانتش بتلف ورا الخاين، هو فعلا بيتحرش بيها. فلما شاف الصور فضل ياكل في نفسه، فقال خلاص انا هنزل الشات وصورنا مع بعض عشان خاطر اثبت ان احنا فعلا كنا علاقة. فلقى الصور اتحذفت، حذفها الفار. مدير اعمال الخاين قال له تقعد في الكام يوم اللي جايين دول
لغايه ما الدنيا تهدى خالص، ما تطلعش، انا عملت لك اجازه، ما تعملش اي حاجه، ولا تحاول تدافع عن نفسك، ولا تتكلم، ولا تنتقم، ولا اي حاجه. قالوا ان الشركه واخداه، عرضوه ان هو جايزه احسن ممثل، فلازم يرفعوا سمعته قبل ما الانتخابات. فحاول ما تعملش اي مشاكل لغايه ما يختاروك. قالت له ليه انت مش راضي تعرض الصور بتاعتها والشات؟ فمرضوش يقول لها انهم محذوفين. قال لها لا، عشان خاطر انا راجل ما اقدرش استعمل الصور والذكريات الحلوه عشان خاطر اذي واحده كانت بتحبني. هي قالت له انك انت مؤدب ومحترم قوي وعاطفي قوي. صدقته، هو اصلا مش معاه الصور، هو مستني ياخد جايزة أفضل ممثل ويتصرف معاها. هنا بقى بيتصوروا كأنهم كابلز، البطل والبطلة بتوعنا. فهي بتسأله يعني الخاتم اللي هو كان لابسه جابه منين؟ فهو قال لها، هي قالت له ان هو كان بس واحد بس مصنوع مخصوص لها هي، ما كانش فيه اي خاتم تاني شبهه في العالم. فانت ازاي جبت منه بتاع الراجل؟ فقال لها عادي، الناس بتلاقي ساعات خواتم شبه بعض، اذا كان الناس بتلاقي فيه واحد يلاقي شبهه اللي هو يخلق من شبه 40، فايه لما الاقي خاتم زي الخاتم بتاعك يعني؟ قالت له معقولة صدفة؟ وما انت وشك محمر ليه؟ قال لها مين مش احمر، انا عندي حاجة تعملها. وهرب مشي. جابوا بقى هنا القصة بتاعت الخاتم ده جابوا منين. هي كان معها خاتم نزل اعلان حوالي 2 سنين، كان معمول مصنوع خصيصا ليها هي بس، عشان كده هي عارفة ان فيش منه نسخة تاني، فيش منه نسخة رجالي. فجابوا القصة من حوالي 2 سنين وهو كان راجع، فصدفة شاف الإعلان بتاعها، وعارفين بس هيعمل ايه، هيرجع للشركة بتاعتهم ولا هيعمل ايه بعد ما خلص واتخرج ورجع البلد بتاعه. فشافها الإعلان وهي لابسة الخاتم ده من 2 سنين، فأعجب بيها حب من أول نظرة. يقول له هي مين الست دي؟ قال له دي واحدة مشهورة لسه يدوب بتشتهر جديد، قرر يبقى ممثل عشان خاطرها. هو اعجب بيها حب من اول نظره، وقال له كمان عايز نفس الخاتم ده، عايزه بالظبط زيه بالظبط واحد. بعد كده لبسه، هو خاتم عمله مخصوص عشانها، واصلا بقى ممثل عشانها وبيحبها من زمان، بس هو مرضيش يقول لها الحكايه دي يعني. هنا بتمثل، الخاين ساكت عشان خاطر خايف على سمعته قبل حفلة أحسن ممثل، فبيحاول يصلح العلاقات، جابلهم كلهم أكل ورايح للممثلة عشان خاطر يعتذر لها وجايب لها أكل.
اعتذار. والاكل اللي هي بتحبه خدته منه قبلته، خدت الفور يفحص الاكل، لقيت فيه اكل بيوجع البطن بحيث يجي لها اسهال هي اثناء بتمثل، فكل شويه تهزق وتخلي منظرها مش لطيف قدام الناس. فقالت خلاص تمام انا هرد هيله. فضلت تمثل وتغير في السيناريو بتاع التمثيل، بس تمثيلها عجب المخرج فمرضيش يعمل قط. فهو اتوتر بسبب تغيير المشهد تغيير الكلام، فمعرفش يتصرف. فالمخرج فضل يزعق فيه ويقوله حاول تمثيلك معفن. فهي بقى خلت الفار يسجل التهزيق اللي بتهزقه أثناء التمثيل تاني، الفار عمال يسجل، هي عمالة تمثل باحتراف وهو كل شوية يلخبط، فيجي المخرج يهزقه. فمرضتش هي تنشرهم، بعتته للمنافس بتاعه في مسابقة أفضل ممثل. فهنا قاعد ممثل اهو بيلعب، فوصلوا الإيميل عشان خاطر ينشروه ان هو شايفين تمثيله معفن ده ازاي ياخد جايزة افضل ممثل. بس فنزل الخبر، مدير اعماله اتعصب ان هو خلاص بقى كل سنة وهو طيب مش هينفع يدخل المنافسة بتاعت افضل ممثل. بيقول له دي البنت الممثلة المشهورة هي اللي عملت معايا كده، اللي عملت معاك ازاي؟ ده انت اللي تمثيلك وحش والشركة خلاص وقفته. قال له انت مش مصاحب وريث الشركة الغنية، خليها تساعدك. قال له دي هي اخر كارت معايا مش دلوقتي. قال طالما هي بتكرهني ومثلا مشهورة عشان انا كسرت قلبها، هعمل نفسي اني بحبها تاني عشان خاطر تبطل اللي بتعمله. طلب يقابل البطلة وقالها تعالي نرجع لبعض، الفترة اللي فاتت كانت غلطتي ولازم تصدقيني انا بحبك. قالها من ساعة ما سيبنا بعض وانا مش عارف انام مش عارف اكل، حتى احلامي كلها عنك. وقالها انا موضوع الراجل الغني ده انا معرفش، ما عنديش فكرة، انا كنت متعصب منك عشان خاطر انت فهمتيني غلط وفضلتي تعملي عليا العيب. قال لي انا خلاص انا مسامحك ومعذرك يعني. قالت له انت متاكد انك مش بتكذب عليا؟ قال لها اقول حقيقه. فضل يحلف لها ان هو بيحبها وعايز يرجع. بس هي رفضته، انا عارفه انه كذاب. قال ازاي دي مجنونه بيا وبتحبني، ليه هي ما وقعتش في الفخ بتاعي؟ قال خلاص دلوقتي مش قدامي غير الوريثه الغنيه، مفيش حل قدامي غيرها. طلب يقابلها
وهي حطت مسجل عشان خاطر تعرف هيقابلها فين عشان تروح تقابلها قبله. هتعطلوا العربية شوية عشان يوصلوا قبله ويكلموها قبل ما هو يوصل لها عشان تنتقم منه. الوريثة الغنية هنا مستنيه، عايزة تشوفه بيقابلها ليه. فرحت لها الممثلة مشهورة قبله، تقول لها انت جاي تقابليني هنا ليه. فديتها التسجيل، مرضتش تاخده منها في الاول، قالت لها ده حياتك معتمد عليه، قدامك فرصة واحدة هتاخديه ولا مش هتاخديه. قالت لها عد لغاية تلاتة وبعد كده هاخده تاني، 1 2 3. فقالت خلاص هتسمعه. قالت لها بس ما تفرحيش قوي، لو كان التسجيل ده مزيف انا اوعدك ان النت كله هيكون وراكي بكره. واحده غنيه بقى وليها كلمه ولها حكمه. فسمعت التسجيل ان هو بيقول لها انه عايز يرجع لها وان هو بيحبها ويموت فيها وكده. قالت لها انه بيحاول يبوس رجلي عشان خاطر يرجع لي بس انا رفضته. هتطلع ما تكونش زي هو بيعتمد على فلوسك، مسكني وبعني بس. ومشيت هي، وجا هو الخاين بقى مستنية تساعده عشان خاطر ينتقم من الممثلة المشهورة. فراح يقابلها تقول له جاي ليه، عشان خاطر اتوحشتك. فضل يشتكي لها ممثلة المشهورة ان هو مش عايز يرجع لها عشان كده غيرت الكلام بتاعها في الفيلم. وبعد كده هو ما وهي اللي نزلت الفيديو على النت ان هو بيتهزأ من المخرج. قالت له قول اللي انت عايزه، عايز ايه؟ قال لها انا خسرت كل حاجة، تقدري تساعديني؟ مالها دي متضايقة ليه؟ قالت له عشان كده انت روحت للممثلة المشهورة عايزة ترجع، وعشان خاطر هي رفضتك جاي لنا دلوقتي. قال لها انت عرفت ازاي؟ فرمت في وشه التسجيل. قال لها حاول اسمعيني كده. وراحت سابته. قالت له انت مقرف، مظهرش قدامي تاني، وانا هتأكد انك ما تاخدش بطولة في حياتك. بس كده خسر وظيفته ومستقبله زي نشر الأخبار أن الوريثة المشهورة أعلنت أن كل الشركات اللي هتتعامل مع الخاين ده هيعملوا ايه، هيقطعوها. وبالتالي كله طردوا من الشغل بتاعه، قاعد في البيت بيشتم على الممثلة وعمال يشرب خمرة. وبعدها بشهر مات من تسمم الخمر لوحده، وكانت ريحته معفنة واخدوا ايام لغاية ما عرفوا يوصلوا له. بعد كده جايزة افضل ممثلة بطلنا بيديها الممثلة بتاعتنا جايزة أفضل ممثلة. كمان تقدم لها طلب إيديها
بس هي رفضته، قالت الأول عايزين يبدأوا ديتينج، دول مخطوبين بوي فريند فترة وبعدين يتجوزوا. وهي خلصت المهمة بتاعتها، ودي الهابي اندينج اللي استنيناها.